الفداء والمصالحة بين الله والبشر كان عنوان حلقة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جور شرايحة، حيث كعادته أطلق قدس الأب فرح حجزين راعي كنيسة اللاتين في الرمامين مداخلة لاهوتية على ثلاثة محاور رئيسية، مجيبا عن سؤال الحلقة على موضوع المصالحة والفداء من حيث المبادرة إن كانت إلهية أم بشرية، حيث خلص قدسه إلى القول بأنها إلهية وتتطلب قبول الإنسان. فإلى هناك أبونا، الفداء والمصالحة بين الله والبشر، وإحنا وضعنا سؤال هل المصالحة بين الله والبشر عمل إلهي أو عمل بشري، وكنا نتحدث عن الفداء والمصالحة، فأنت الخبير بهكذا مواضيع، فتحدثنا عن هذا الموضوع، وهلا بعطيك الميكروفون زي ما بقوله والحديث لك، تفضل أبونا. شكرا لكم، ربنا يقدرنا نقدم كلمته لخلاص النفوس. آمين يا رب. ما في شك الإنسان منذ الإنسان الأول اللي أخطأ، وكل إنسان هو خاطئ، وما أجمل جملة موجودة في الكنيسة الأرثوذكسية اللي بتقول ما من إنسان يحيا ولا يخطأ، وكذلك القديس يوحنا الحبيب يقول من ادعى بأنه بلا خطيئة جعل الله كاذبا. نعم. منذ أن أخطأ الإنسان وهو يحاول المصالحة مع الله، فراح يكون حديثي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، كيف كانت تتم المصالحة في العهد القديم بين الإنسان الخاطئ وبين ربنا؟ والنقطة الثانية، كيف كانت المصالحة في الإنجيل المقدس أو العهد الجديد؟ والنقطة الثالثة، هل المصالحة هي عمل رباني أم عمل بشري في قلب الإنسان؟ المصالحة في العهد القديم. نعم. محور المصالحة في العهد القديم تدور حول العهد. نعم. الذي قطعه الله على نفسه. من ناحية، اختار الله في العهد القديم الشعب الإسرائيلي، نقرأ في تثنية الاشتراء إياك اختار الرب إلهك لتكون له شعب خاصته من جميع الشعوب على وجه الأرض. ولكن من ناحية ثانية، المطلوب من الشعب أن يعمل بإرادة الله ويحفظ وصاياه، لكن هذا العهد يمكن أن ينقض من قبل الإنسان، ومن هنا جاءت فكرة البحث عن طقوس تكفيرية تمحو الخطيئة وتسترد صداقة الله. من هذه الطقوس بالتدريج، أولا طقوس التوبة الجماعية، كانت تقام طقوس التوبة الجماعية في حالات عديدة في زمن المجاعات والأوبئة والحروب، كانت هذه مناسبات يعترف بها الشعب بخطاياه ويبكيها حتى يسكن غضب الله ويسترد رضاه. ومن عناصر هذه الطقوس الدينية، ينفخ في البوق، تفرض التوبة الجماعية مدة أيام، تفرض أعمال تكفيرية مثل تمزيق الثياب، يلتحفون الخرق، ينامون على الأرض، يرشون الرماد على الرؤوس ويحلقون الشعر واللحم. نذكر مثلا على ذلك توبة أهل نينوى، فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وقام الملك عن عرشه وألقى عنه حلته والتف بمسح وجلس على الرماد. ثم جاءت بعد ذلك هناك أيضا ما يسمى بيوم التكفير العظيم، مرة في السنة يأخذ رئيس الأحبار تيسين ويضعهما بين يدي الرب، تيس يذبحه للتكفير عن نفسه وبيته وعن آل إسرائيل، ويأخذ دمه ويرشه على المذبح. في زمن المزامير، التكفير في مفهوم المزامير، أولا الاعتراف بالخطيئة كإهانة موجهة لله، لك وحدك أخطأت والشر أمام عينيك صنعت، طلب التطهير من الخطايا، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، امحو كل مآثمي، طلب نعمة تجديد القلب، قلبا نقيا اخلق فيه يا الله. يرفض الله الذبائح القديمة ويطلب ذبيحة القلب، الذبيحة لله الروح المنسفة، القلب المتخشع المتواضع لا يرضه لله.